الخدمات للمستثمرين على مدار 24 ساعة بدون الحاجة إلى الإجراءات المعهودة سابقاً. في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها سوق العمل، تبنت هيئة التنمية الصناعية مبادرة سوق التكنولوجيا لتحقيق أقصى نظم الرقابة في الأداء وفتح قنوات حقيقية للتواصل بين الهيئة والمستثمرين. من مقر انعقاد المؤتمر بهيئة التنمية الصناعية، أمل صبري، النيل. تباين أداء مؤشرة البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات شراء واسعة من المستثمرين الأفراد المصريين على الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع. وقد فشل مؤشر البورصة الرئيسي جيكس 30 في الحفاظ على مكاسبه الصباحية ليغلق منخفضا بنسبة 0.25%، بينما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جيكس 70 بنسبة 2.2%. حقق رأس المال السوقي مكاسب قدرها 5.2 مليار جنيه ليصل إلى حوالي 502 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى له منذ 16 من يناير 2011. أكد وزير التجارة والصناعة والاستثمار الدكتور منير فخري عبد النور، أكد أن نتائج مباحثات الوفد المصري مع نظيره الروسي في إطار اللجنة الحكومية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي كانت إيجابية للغاية. كشف عبد النور عن أنه تم تحديد شهر يونيو القادم من أجل بداية التفاوض بالقاهرة حول اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الجمركي لروسيا وبيلاروسيا وكازاخستان. أضاف عبد النور أنه هناك اتفاقيات بين الجانبين، خاصة بالتعاون الجمركي والرقابة على الصادرات والواردات، خاصة الزراعة منها كالقمح أو الزراعية منها كالقمح والخضروات والفاكهة. شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل شهد توقيع عقدين جديدين من مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بين شركتي كار غاز وغاز تيك والصندوق الاجتماعي للتنمية لتحويل 4000 سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود خلال 6 سنوات. من ناحية أخرى، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول لديه خطة متكاملة لمواجهة احتياجات الكهرباء من الوقود خلال الصيف المقبل. وأوضح إسماعيل أن الخطة يأتي على رأسها وضع مشروعات جديدة لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج تباعا خلال العام الحالي، وتضيف 1800 مليون قدم مكعب يوميا. أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي أنه سيتم تعديل التشريعات والقوانين المنظمة لدمج المصوغات والموازين وصناعة الذهب لمواجهة ومواكبة التطورات العالمية وجذب الاستثمارات وتوفير الآلاف من فرص العمل تدعيما للاقتصاد القومي. قال الوزير إنه نظرا للدور الهام أو المهم الذي تقوم به مصلحة دمغ المصوغات والموازين في خدمة الاقتصاد القومي، فإنه سيتم تحديث وتطوير الآلات والمعدات وأقلام دمغ المصوغات وآلات قياس المعايير والمكاييل وإعادة هيكلة العاملين بالمصلحة. إلى وزارة المالية التي أصدرت الجدول الزمني لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الرابع من العام المالي 2013-2014 ليبلغ إجمالي الإصدارات 205 مليارات جنيه مقابل 203 مليارات جنيه في الربع الماضي. أشارت المالية إلى أن إصدارات السندات تبلغ حوالي 30% من إجمالي الإصدارات، وهي نفس النسبة في الربع الماضي، بما يتماشى مع استراتيجية الدين العام التي تنتهجها الوزارة. أوضحت المالية أنها تلتزم باستراتيجية الإصدار التي تنتهجها منذ عام 2009، وهي خلق نقاط استرشادية من إصدارات السندات لمدة 3 و 5 و 17 أعوام لبناء منحنى عائد للأوراق المالية الحكومية متوسطة وطويلة الأجل. نهاية وقفتنا الاقتصادية، شكرا مشاهدينا للمتابعة، وعودة مرة أخرى لبانوراما النيل مع مي وعمر، إليكم. شكرا لك حنان.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. واستكمالا للشق السياسي، وصل وزير الخارجيه الامريكي جون كيري الى العاصمه الاردنيه عمان في محاوله جديده لابقاء عمليه السلام في مسارها الصحيح، حيث سيجتمع اولا بالعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني قبل اجراء محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن. وقالت الخارجيه الامريكيه ان كيري سيواصل العمل على تضييق هوة الخلافات بين الجانبين في اطار اجراء مزيد من المحادثات، ويسعى كيري للتوصل الى اتفاق لإطار بحلول نهاية إبريل المقبل يهيئ المناخ لإجراء المزيد من محادثات السلام. أصيب صيادان فلسطينيان عندما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على زورقيهما قبالة الساحل الجنوبي لقطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية أن إطلاق النار المكثف أدى إلى إشعال نيران بالزوارق، بالإضافة إلى إصابة أحد المساجد القريبة من الساحل، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو يوسف النجار برفح لتلقي العلاج. يذكر أن البحرية الإسرائيلية تحظر على الصيادين الفلسطينيين الإبحار لأكثر من 6 أميال، وعادة ما تستهدف قواربهم بدعوى مكافحة عمليات التهريب عبر البحر. وإلى تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أصيب 10 أشخاص بينهم 8 أطفال بجروح متفاوتة جراء سقوط قذيفتي هاون أطلقها مسلحون على مركز الإقامة المؤقتة. يأتي هذا بينما الوقت الذي يستهدف فيه الجيش السوري النظامي تجمعات للمسلحين في حي القدم جنوبي دمشق. كما اقتحم مقاتلو المعارضة نقطة عسكرية ببلدة كسب بريف اللاذقية، حيث تكثف القوات النظامية قصفها لطرد المسلحين منها. كما تمكن مقاتلو المعارضة من دخول النقطة 45 وهي مرصد عسكري للقوات السورية الحكومية في كسب يطل على مساحات واسعة من ريف اللاذقية، وهو ما نافته مصادر عسكرية سورية. أصدرت المحكمة الإدارية العليا بأنقرة قرارا بإيقاف تنفيذ حجب موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لموقع التواصل الاجتماعي. وكان زعماء ومسؤولو العديد من دول العالم قد وجهوا انتقادات حادة للحكومة التركية بسبب قرارها إغلاق موقع الرسائل القصيرة. جدل كبير أثاره إعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حجب موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، انتهى بقرار المحكمة الإدارية بأنقرة بوقف تنفيذ قرار حجب الموقع. المحكمة الإدارية استندت في قرارها بإيقاف تنفيذ حجب تويتر إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية مخالفة لمبادئ دولة القانون، لتتوجه الأنظار عقب هذا القرار إلى هيئة الاتصالات لتنفيذ أو عدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية. وكانت موجة من الاستنكارات قد عمت تركيا تنديدا بحجب الموقع الذي وصفه المعارضون بالرقابة وباستغلال السلطة من قبل حكومة أردوغان، وتقدمت كتلة المعارضة النيابية والعديد من المنظمات غير الحكومية تقدمت بشكوى أمام القضاء بعد صدور القرار. وجاء قرار حجب تويتر بعد ساعات من تعهد أردوغان أمام حشد كبير من مؤيديه باستئصال الموقع في أعقاب فضيحة فساد تعرض لها رئيس الوزراء التركي ونجله وعدد من حلفاء أردوغان. سنغلق تويتر الذي يمثل وسائل الإعلام التي تهاجمنا، التي تدعي أن تركيا هي التي تهاجم الحريات، وحتى في حال تنديد العالم بأثره بهذه الخطوة سنقف نحن أمامه وأمام أي نوع من أنواع التهديدات لأمن تركيا. خطوة أردوغان بحجب موقع تويتر جذبت الانتباه العالمي إلى انتهاك الحريات في تركيا، وأدانت دول غربية فرض حظر على تويتر، ووصفت الخارجية الأمريكية هذه الخطوة بأنها حرق للكتب بشكل عصري، فيما دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنقرة إلى وقف حجب الموقع. وتتجه تركيا لإجراء انتخابات محلية يوم الأحد المقبل، ويتوقع أن تتراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده أردوغان بسبب سلسلة الفضائح الأخيرة وقراره بحجب تويتر للتغطية على فساد حكومته. طلب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي بيونغ يانغ بوقف الاستفزازات العسكرية على خلفية إطلاقها لصاروخين باليستيين متوسط المدى.
من جانبها نددت اليابان بإطلاق الصاروخين مؤكدة تقديمها مذكرة احتجاج لدى كوريا الشمالية، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية أن بلادها بصدد التنسيق مع حلفائها في مجلس الأمن لاتخاذ التدابير الملائمة للرد على ما وصفته بالتصعيد المستفز من قبل بيونغ يانغ. مجددا أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين متوسطي المدى في اتجاه البحر شرق شبه الجزيرة الكورية، مستكملة سلسلة صواريخ أطلقتها خلال الأسابيع الماضية رفضا لمناورات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. الخطوة تأتي بالتزامن مع اجتماع قادة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية في لاهاي لمناقشة ملف بيونغ يانغ النووي، ما قد يعتبره كثيرون تحديا واضحا للدول الثلاث. وفي أول رد فعل لها اعتبرت الولايات المتحدة إطلاق الصواريخ يشكل تصعيدا استفزازيا ومقلقا، وينبغي على كوريا الشمالية الكف عن القيام بمزيد من الأعمال التهديدية. كما أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف أن بلادها تتعاون بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها خصوصا في مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات مناسبة ردا على الانتهاك الأخير من قبل بيونغ يانغ لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر عليها القيام بأي تجربة لصواريخ باليستية. من جانبه طالب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونغ هونغ وون كوريا الشمالية بشدة بوقف الاستفزازات العسكرية على الفور وضبط النفس، مشددا على ضرورة مراجعة حالة التأهب وتعزيز الوضع الأمني فيما أدانته وزارة الدفاع. نطالب كوريا الجنوبية بشدة وقف الاستفزازات العسكرية على الفور، وسوف ننسق مع الولايات المتحدة لاتخاذ التدابير الملائمة للرد على هذه الاستفزازات. اليابان بدورها تقدمت بمذكرة احتجاج على الخطوة التي قامت بها كوريا الشمالية لما تشكله من تهديد للأمن في آسيا والعالم، حيث يصل مدى الصاروخ إلى أكثر من 1000 كيلومتر، يمكنه أن يصل إلى مناطق كثيرة من أراضي اليابان. قدمنا احتجاجا رسميا لكوريا الجنوبية بما تمثله هذه الخطوة من تهديد لأمن الطائرات والسفن، كما تعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية بين اليابان وبيونغ يانغ. وعلى صعيد ردود الأفعال الشعبية اندلعت مظاهرات في سول احتجاجا على ما قامت به كوريا الشمالية، حيث رفع المحتجون الأعلام واللافتات التي تحمل عبارات مناهضة لها. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل الرياضي، فنانة عراقية تصنع من أوراق الشجر الجافة وعلب المأكولات لوحات فنية مميزة.